أعظم العلماء العرب تأثيراً في تاريخ البشرية. فور سماعنا لمصطلح علماء، أول ما قد يخطر ببالنا أسماء العلماء الغربيين كأينشتاين، نيوتن، ستيفن هوكينج، فرويد وغيرهم، فيما تغيب عن أذهاننا أسماء العلماء العرب الأوائل الذين قدموا للبشرية أعظم الاكتشافات والأبحاث العلمية. قد يعود هذا الحكم إلى الظروف الحالية التي يمر بها عالمنا العربي وإلى حالة التخلف التي نعيشها، لذا يبدو الأمر للبعض وكأن العرب كانوا دوما على هذه الحال، إلا أن حقيقة الأمر ليست كذلك، فقد كان للعرب علماء كانوا حجر أساس مهم للغاية في كل العلوم الحديثة، لذا نقدم لكم أعظم العلماء العرب تأثيرا على العالم. ابن الهيثم. أبو علي الحسن بن الحسن بن الهيثم المعروف بابن الهيثم، عالم عراقي ولد في مدينة البصرة عام 965 ميلادية وتوفي عام 1040 ميلادية في مدينة القاهرة بعمر 75 عاما. هو عالم في طب العيون، الرياضيات، الفلك والفيزياء والهندسة وغيرها من العلوم الأخرى، ولا يزال أثر اختراعاته وأبحاثه ركنا أساسيا في هذه المجالات حتى يومنا هذا. أثبت ابن الهيثم حقيقة أن الضوء يأتي من الأجسام إلى العين وليس العكس كما كان يعتقد في تلك الفترة، وهو أول من شرح العين وكيفية عملها ووظائف أجزائها، كما أن لأبحاثه وتجاربه فضلا كبيرا باختراع الكاميرا لاحقا. ومن خلال علمه بالرياضيات تمكن من تنظيم فيضان النيل خلال وجوده بمدينة القاهرة بحكم الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله، ولديه مخطوطات عديدة عن تأثير الموسيقى على سلوك الحيوانات، وتعتبر مخطوطاته من بين الأقدم في هذا المجال، وألف ما يزيد عن 200 كتاب في مجالات مختلفة أشهرها كتاب المناظر. ابن النفيس. أبو الحسن علاء الدين علي بن أبي الحزم الخالدي المخزومي القرشي الدمشقي المعروف بابن النفيس، عالم وطبيب سوري ولد في مدينة دمشق عام 1216 ميلادية وتوفي عام 1288 بمدينة القاهرة، أحد أشهر الأطباء في التاريخ البشري عموما، خاصة بعد انتقاله إلى مصر وعمله هناك وتوليه المنصب تلو المنصب، وما خلد اسمه بالتاريخ اكتشافه الدورة الدموية الصغرى في الجسم البشري. كان ابن النفيس سابقا لعصره، حيث أن أعماله عن الدورة الدموية لم يذكرها أو يدرسها غيره إلا بعد 400 سنة، ونال كتابه شرح تشريح القانون شهرة واسعة لاحتوائه على الكثير من اكتشافاته الطبية التشريحية وشرحه المفصل عن الأمراض وأعضاء الجسد ووظائفها، حيث يعتبر هذا الكتاب أحد أهم المؤلفات التي قامت عليها الثورة الطبية في عصرنا الحديث، ومن بين مؤلفاته أيضاً الشامل في الصناعة الطبية الذي يعد أضخم موسوعة طبية في التاريخ كتبت من قبل شخص واحد. الكندي. أبو يوسف يعقوب بن إسحاق أحمد الصباح المعروف بالكندي هو عالم عراقي ولد في مدينة الكوفة عام 805 وتوفي في بغداد عام 873 ميلادية، كان عالما في الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، الفلك، الفلسفة، الطب والموسيقى. اشتهر بأنه من أوائل الذين نقلوا الفلسفة الإغريقية وترجموها إلى العربية، كما أنه أدخل الكثير من المصطلحات الفلسفية إلى ثقافتنا. ساهم بشكل كبير في نشر النظام الهندي للترقيم في بلداننا العربية، بالإضافة إلى عمله الإبداعي في تطوير وتحليل وفك الشفرات. كان الكندي أول من أدخل مصطلح موسيقى إلى لغتنا، وأول من وضع قواعد الموسيقى في العالم العربي، وهو من عمل على إضافة الوتر الخامس إلى آلة العود، كما أنه كتب مئات المؤلفات في المجالات المختلفة التي عمل وبحث فيها. ابن رشد. أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد ولد في مدينة قرطبة بالأندلس جنوب إسبانيا في العام 1126 وتوفي في مدينة مراكش المغربية بالعام 1198 ميلادية، كان من أعظم المفكرين والعلماء في التاريخ، فقد كان فيلسوفا، طبيبا،
فقيها قاضيا فلكيا وفيزيائيا، وكان أكثر ما برع واشتهر فيه هو الفلسفة، حيث أنه شرح العديد من كتبها عموما ومؤلفات الفيلسوف اليوناني القديم أرسطو على وجه الخصوص، كما ناقش وصحح أعمال فلاسفة آخرين، ويعرفه الأوروبيون اليوم باسم أفيروز. أما أهم أعماله في الفلسفة فهو كتاب تهافت التهافت. ابن البيطار ضياء الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد المالقي، والمعروف بابن البيطار، طبيب وصيدلي وعالم، كان قد لقب بالنباتي أو العشاب. ولد في الأندلس خلال العام 1197 ميلادية، وتوفي في دمشق في سوريا بالعام 1284. وصل من الشهرة بأن تم اعتباره أعظم وأهم عالم نبات في القرون الوسطى في العالم كله، ويعتبر الصيدلاني الأول والأبرز في تركيب الدواء وأحد رواد العلاج الكيميائي. ألف موسوعة عن الغذاء والدواء، وتفرد بذكر 300 نوع من النباتات التي لم تكن معروفة قبله. جابر بن حيان، أبو موسى جابر بن حيان بن عبد الله الأزدي الكوفي، لقب بأبي الكيمياء، ولد عام 721 ميلاديا، وتوفي بالعام 813 ميلاديا. وقد اختلفت الروايات على تحديد أصله وكذلك مكان مولده، فمن المؤرخين من قال أنه من مواليد الكوفة على الفرات، ومنهم من قال إن أصله من مدينة حران من أعمال بلاد ما بين النهرين، غير أن أكثر المصادر التاريخية تؤكد أن جابر بن حيان ولد في مدينة طوس من أعمال خراسان. هو الذي وضع أسس الكيمياء الحديثة، وقال ابن خلدون عنه إنه إمام المدونين في علم الكيمياء، حتى إنهم يخصونها به فيسمونها علم جابر، وله فيها 70 رسالة كلها شبيهة بالألغاز. أبو الكيمياء واضع الأساس التي قضت على الخرافات المتعلقة بالكيمياء، قدم الكثير في هذا العلم حتى اعترف الجميع بعظمة هذا العلم، واستخدام كتبه في التعليم حتى الآن. لم يكتفي بهذا القدر، بل مهل من العلم الكثير وقدم الكثير حتى ترجمت للاتينية، وكانت مرجعهم الرئيسي. الفزاري عبد الله محمد بن إبراهيم الفزاري، ولد في مدينة الكوفة في العراق، وتوفي حوالي عام 796 ميلاديا. هو عالم رياضيات وفلك بارز، قام بترجمة الكثير من الكتب الفلكية والرياضية من الهندية إلى اللغة العربية، وألف قصيدة خاصة عن النجوم أصبحت تضرب بها المثل بين العلماء العرب، لذلك عرف بالعالم المترجم. كما قام بجمع كل معارف الهند وأضاف عليها بعض المعلومات الثمينة في كتاب سماه كتاب السند هند الكبير.